يقول ولدها اجا وقالوا لها يما اخونا صوب وهسه بالمستشفى. هي من اهل الناصرية. يما بالمستشفى ان شاء الله الصبح نروح له. الجو بارد يصبح الصبح يما وانا اجيب لك سيارة ونروح له. قالت له يما صدق بس صواب مصوب ابني؟ قالها اي والله يما ما يريد يقولوا لها. يقول خلت ولدها تنام. نام ولدها. يقول قبل صلاة الصبح طلعت راحت للمستشفى. مش راحت ما صعدت سيارة. يقول راحت المرأة أول بداية هي ما تفقدت ولدها موجودين بالبيت لولا شافت الجو هدى محا سوت روحها نايمة وطلعت قبلهم. يقول أول ما وصلت هاي المرة لقيت ولاداتها واقفين يم السيارة ويشدون النعش مال ابنها. يقول تباروحت المرة وحكت لنا الأبيات. ايش قالت له؟ إن يما قبلن يصلون ومشيت لك قبلن يصلون. الله يساعدك يا يما. إلا يما قبلن يصلون ومشيت لك قبلن يصلون. يما يشدون يما ولقيتهم نعشك يشدون. الله يساعدك يا يما. وش حالك بعد؟ إلا يما لا تمرون يا رب الولد بيلا تمرون. ليش يا يما؟ إلا يما تهدون يما ثين ثين من حالي تهدون. الله يعين. تسمع عشان الصح يا يما. يما لا تلبسون لا تلبسون يما مين مثل لبسة لا تلبسون. بعد يا يما تقول لي يما رادوا يسيرون ربعك الجو رادوا يسيرون. يما شكلهم وين وليدك؟ قل اريد انشدكم وقلب تلوى يا شبان ما شفتوني سلوى. يما من عندي وليد طلع توى وين القاه دلوني يا شبان. يما شلون شكل وليدك؟ الا من كونكم وليد ما تعرفوه يما طيكم وصف ونوصف خضو. يما يلاقيكم غسل وانتم تلاقوا يما اول من عيون وساح الوات وحن طول ولذان العلامة. يما دار الولد ما دار الولد ما قلب المجن دار الولد ما الولد يا طبعا اغلبها المريضات وعلي اغلبها المريضات تلقاه تعبانه ام الشهيد تلقاها وين طاقها الضيم ياخذ منها الولد. لا اله الا الله. شو تقول له؟ ما يريد والي يريد والي يما تدري المريض يريد والي يما وحش الليالي اي وحش الليالي وعقبك صفات وحش الليالي. يما يا حبيبي اللي طيبة يا يما. يما واحد يماري اي واحد يماري المريض يريد واحد يماري. يما ويا حاجي ويا حاجي ويقعد دام يا مراسه ويا حاجي. يما شحالك بالتراب انت كنت تعدل روحك يا يما. تخلي العطر وتطلع وتمشط وتروح ويا صحبانك. هسه شلونك يا يما؟ يما ضيج المقبره ما يذبح ذبيحه ما تعينها ليك شلون يا يما.
يما لو ربعك من